ابقوا واقفين. فلتقولوا لي الآن، ما الذي حدث في قبيلة تشافدار التي تحت حمايتي بينما كنت في المعركة؟ كانت هناك مسألة داخلية في قبيلتنا وحلت. أخذت السيادة التي من حقي، هذا ما حدث. لا تقلق على تورغوت وأسليهان، فأنا سأقوم بتسليمهما لك بعد أن تعترف بسيادتي سيد أرطغرل. عن أي سيادة تتحدث بهدير؟ التي قمت بأخذها عن طريق إراقة دم الإخوة؟ ألا تعلم أن ما يأتي بالدم يذهب بالدم؟ أنت لم تعطنا حقنا حتى بعقد اجتماع للسيادة، وأردت أن تجعل من شخص ليس من دمنا سيدا علينا. وقد واجهت عددا من المتهورين الذين لم يقبلوا بسيادتي فنالوا ما يستحقون. وماذا عن السادة الذين كانوا مع السيدة أسليهان؟ لماذا تصمتون؟ هل ربط السيد بهادير ألسنتكم بالذهب الذي أخذه من أرس لشراء سوق الخان؟ تكلموا. ماذا تقول يا سيدي؟ نحن لسنا سلعا. أنتم سلع لأنكم سحقتم عاداتنا وتقاليدنا، لوثتم اسم قبيلة تشافدار وسحقتم كرامتها، تلاعبتم بذكرى السيد عليار وأهنتموها. سيد أرطغرل، سيد أرطغرل، أنت تجلس الآن في قبيلتي وعلى كرسي وتتجاوز حدودك. أنا سأضع فرساني معك وسنحارب تحت إمرتك، لكنك تستمر بافتراءاتك علينا. الذهب الذي اغتنمته من الحرب، كيف تقول إنه لأرس؟ أنا لن أسمح لك أن تهين سادتي أبدا. سادتك هؤلاء قد أظهروا سفالتهم بعدم حمايتهم لقبيلتهم ولتقاليدهم. وأنت لم تقم بحماية المجانيق التي أنشأتها لك، وقد هدمها أرس وحرقها. في كل مرة ينصب أرس فخا تقع به، لكننا بالرغم من كل ما حدث نريد الوقوف بجانب دولتنا وبجانب أميرنا، ليشهد جميع من في قبيلتي إن قبلت بسيادتي سنحل المسألة بالصلح. أولا، سوف تحضر تورغوت والسيدة أسليهان. وبعد ذلك سأعاقبك على خيانتك وعلى تعاونك مع الحاكم أرس.
سيدكم أتى وأخيرا. الحمد لله الحمد لله. أين هو الآن؟ في المجلس يتشاور مع السيد بهادير. يتشاور معه؟ بالطبع، وماذا غير ذلك؟ أنصحكم أن تتركوا حراستنا وأن تذهبوا حالاً لإنقاذ رأس سيدكم. لا تأملوا بهذا، إن سيدكم سيعترف بسيادة السيد بهادير، وبالمقابل أنتم ستبقون مهذبين وإلا ستنزفون وسيخسر أحدكم روحه. آهن أيها الأحمق، أشخاص كثيرون قبلك هددونا، لكن لدينا دماء جميعهم على أسلحتنا. نحن لا نشبه أي أحد، ألم تتعلم هذا بعد تورغوت؟ الخوانة جميعهم بنفس المرتبة، لن نعاملكم بطريقة مختلفة عنهم، ستكون نهايتكم مثلهم. ممنوع أن تتحدثا، هل فهمتم؟ أي تعاون؟ نحن لسنا أخوانا. نحن لسنا أخوانا. أي تعاون؟ أي تعاون الذي يقوله؟ الذي يقوله؟ نحن لسنا أخوانا. ذهب سوق الخان قد أعمى أعينكم أيها السادة، وجعلتم من هذا الرجل سيدا عليكم، وهو الذي تعاون مع أعداء قبيلتكم. السبب في حرق المجانيق التي أنشأتها لمحاصرة القلعة، والسبب في قتل محاربي الشرفاء الأبطال، هو بهادير. لقد اتفق مع أرس عدونا وعدو دولتنا. هذه الرسالة التي أمسكها هي الرسالة التي شرح بها الحاكم أرس كل شيء بالتفصيل للإمبراطور. هذا كذب، هذا كله افتراء. ذكر فيها تعاونه مع بهادير واتفاقه معه ليدعوني حتى ينصب لي الفخ. أرس ذكر كل شيء في هذه الرسالة. بعد الآن لن ينقذكم لا طلبكم للعفو ولا توسلكم. أنتم أيضاً ستدفعون الثمن، ثمن الخيانة التي جركم إليها بهادير. كذب، ما زلت تفتري علي؟ هذه الرسالة ملفقة. إنكارك هذا عبثاً يا بهادير، فأنا لدي جاسوس في القلعة. الأعمال التي كنت تحيكها أنت والحاكم أرس كان على علم بها جميعها. أنا لم أخن دولتي في كل حياتي ولن أخونها، لكن إن استمريت أنت بافترائك هذا سأقطع رأسك. نحن من حقنا أن نجعل نسب آبائنا يستمر، لا يمكنك أن تمنعنا من هذا. لقد لوثتم شرف وسمعة قبيلة تشافدار، وثمن هذا ستدفعونه بأرواحكم. سنجر انتبه. سنجر سنجر
ولدي. أرطغرل يجمع القبائل التركية الأخرى، وهم جميعهم يستمدون الشجاعة منه. دون أرطغرل لن يستطيعوا مقاومتنا. ستتبعثر القبائل التركية عند موته، ونحن سنستغل الوضع ونتحرك ونطردهم جميعا من أرضنا. وماذا عن سوق الخان سيدي؟ بالطبع سنستولي عليه أيضا. سننظم مداهمة على سوق الخان هذه الليلة، هذه ستكون ضربتنا الثانية، وسوف أنظم احتفالا عند عودتي. فقدنا اثنين من عساكرنا. وأين هم؟ إلى أين ذهبا؟ لا أعلم سيدي، لم أستطع إيجادهما. لا تقلق، سأهتم بالأمر سيدي. لقد قتلت ولدي، سوف أقوم بهدم قبيلتك، وسأجفف نسبك، وسوف أقوم باقتلاع رؤوس أبنائك بسيفي وأعلقها وسط قبيلتي. سأقتلك. قلت لك إن لم تطعني سأقطع لك رأسك بهدير. حان وقت دفع الثمن. سيدي، حاصرنا القبيلة من الداخل والخارج كما أمرت. بات حكم القبيلة لدينا وننتظر أوامرك. سلمتم يا أبطال. خذوا أسلحة السيد بهادير واربطوا محاربيه. أمرك سيدي. أمرك سيدي. بامسي، أحضر السيدة أسلهان وتورغوت حالا. أمرك سيدي. لقد عاهدت نفسي أن أكسر ركب من يتمرد وأقطع رأسه، وها هو رأس المتمرد على سيفه الآن. هل يوجد بينكم من يفكر بالتمرد؟